السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج شخصيات ومسيرة. على مدى الأيام السابقة تم إعادة السلسلة السابقة من برنامج شخصيات ومسيرة، وهذا طلبا لجمهورنا هنا في الجزائر وفي المغرب العربي وحتى في المشرق العربي، وتم التوقف عند الحصة السادسة، وذلك لوعكة صحية أصابتني ألزمتني الفراش لمدة أكثر من 20 يوما. لكننا وعدناكم في الحصة السابعة أننا سنتحدث على ما بعد الاستقلال 1962 و1963 مع الدكتور محي الدين عميمور للحصة السابعة. أهلا بك دكتور. أهلا حجي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك إن شاء الله. تحدثنا في الحصة السابقة على ما بعد الاستقلال، ثم بعد ذلك وعدنا المشاهد الكريم أننا سنتحدث على سنة 1963، ونتحدث بالأخص على رجوعك أنت من المشرق العربي. بعد رجوعك من المشرق العربي مباشرة سنة 1963، كيف وجدت الجزائر؟ وجدت الجزائر تخرج من وضعية بالغة الصعوبة، بدأت كل الجهود من أجل إقامة الدولة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل يعرفها الكثيرون، كان قتل لمسان ومجيء بن بلة متحالفا مع العقيد هواري بمنجم من لمسان، ثم تسلم قوات الجيش الوطني الشعبي الثكنات التي كانت تابعة لفرنسا في العاصمة الجزائرية باستثناء لاميروتي الأميرالية، سنأتي للحديث عنها فيما بعد. طبعا فيما بعد بدأ تكوين المجلس التأسيسي للدستور، وربما هنا بدأ أول خلاف جاد بين عباس فرحات وبين القيادة الجديدة ممثلة في أحمد بن بلة. عندما تم إعداد مشروع الدستور، رأت قيادة الثورة أن يعرض المشروع الدستور على جبهة التحرير الوطني. نعم. وهنا غضوا الحال عباس فرحات. يعني كيف لنا مجلس تأسيسي ويعرض على جبهة التحرير الوطني؟ طبقا لما يرويه الدكتور بعلام الحمودة، فيقول بأنه كان يرى أن يعرض أساسا على المجلس الدستوري. هنا نجد صورة من صور الخلاف بين السياسيين القدامى الذين كانوا جزءا من جبهة التحرير وقيادة ثورة التحرير التي كانت هي من يمثل جيش التحرير. هنا فقط لكي يفهم المشاهد الكريم، ماذا تقصد بالسياسيين القدامى؟ هل تقصد من كانوا يديرون المؤتمرات في وقت جبهة التحرير الوطني وفي وقت حرب جبهة التحرير الوطني؟ لا، السياسيون القدامى الرمز نتاعهم هو عباس فرحات. نعم. هؤلاء الناس مثقفون وطنيون، عاشوا مرحلة معينة، تشبعوا بفكر معين بأسلوب معين في الحياة، هم الذين كانوا ينادون بتعددية حزبية في حين الجزائر لم تكن تحتمل وجود هذه التعددية، هم الذين كانوا يرون أن جبهة التحرير انتهى دورها. ألم يكونوا يطالبون بالإدماج هؤلاء القدامى السياسيون القدامى؟ لا، إدماج السياسيين القدامى كان مطروح. نعم. لكن المشكل في البداية هو خلاف النظرة. جيش التحرير ممثلا في قيادة الثورة كانت ترى أن جبهة التحرير هي القيادة، وبالتالي كل ما يمكن أن يتم في البلاد يجب أن يعرض عليها. فرحات عباس كان يرى بتفكيره الديمقراطي الغربي، يقول بأنه عملنا احنا مجلس تأسيسي، إذن المجلس التأسيسي يجب أن يكون الفصل في كل شيء. ولكن تصوري أن القيادة كانت على حق، رغم أنني لا أخطئ فرحات عباس. نعم. لأنه كان ابن النظرة نتاعه وابن التكوين نتاعه، لكن قيادة الثورة رأت أن يعرض مشروع الدستور على جبهة التحرير ثم يعرض على المجلس التأسيسي. لماذا لا يعرض على الاستفتاء؟ لا، جاي لأنه أول دستور جزائري. لا، طبعا عملية الإعداد، هناك مجموعة عمل تقوم بإعداد المادة ثم تناقش على مستويات سياسية لكي يتم التأكد بأنه لا تناقض بين التكنيك، الجانب التقني والجانب السياسي، ثم يجب أن يعرض على الاستفتاء، وإلا لن يكون دستورا. نعم. يلزم الجميع به. فهنا أعتقد كان من أهم الخلفيات اللي دفعت أخونا عباس فرحات إلى الاستقالة. ومع ذلك يعني الخلفية الوحيدة أنه الدستور
ذهب نحو جبهة التحرير الوطني ولم يذهب نحو المجلس التأسيسي هي من تركت فرحات عباس يستقيل؟ معلوماتي طبقا لما رواه الدكتور بوعلام الحمودة، نعم، هو أن هذا هو ما حدث بالضبط، وأنه نقطة الخلاف كان بداية عرض الدستور على جبهة التحرير، وهذا ما لم يكن راضيا عنه عباس فرحات. لكن هذه كلها حب نقول اللي ضم النقطة الرئيسية التي يجب أن نخرج بها من هذه القضية أن كلها اجتهادات وطنيين، والوطني يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ، ولا يجب أن نجرم الوطني لأنه اجتهد وأخطأ، لأن كل إنسان ابن تجربته وابن الحياة. ولكن هذه الصراعات الكل كان يدعي الشرعية السياسية وقتها، وأنت تحدثت على الشرعية السياسية. لا، شوف، الشرعية دائما هي الشرعية المستندة إلى قوة، لأنه الكثير من التسميات في ثورة التحرير الكبرى لا يعرفها المواطن ولا يفهمها المواطن، أنت اليوم تتحدث عنها وبحقيقة يعني عندما الآن نتحدث الآن بعد مرور 50 سنة على الاستقلال، نعم، وبالتالي نحاول أن نحلل، نحاول أن نفهم لماذا قام فلان بكذا وقام فلتان بكذا، وهل وأيهما كان على حق. ويجب أن نتذكر أن الجزائر، وأنا قلت هذا في حصة ماضية، إحنا دخلنا مرحلة الاستقلال باستقلال ناقص، وقلت لك بأنه معظم المؤسسات اللي في الدولة كانت ما زالت تابعة لفرنسا، وبالتالي هذه مش دولة مستقلة 100% وكل واحد يدير رأيه. نعم. هنا لما تتذكر عدد النازحين والمشردين والمساجين القدامى والأرامل، تحس بأنه هذه الدولة كان أمامها عبء كبير تتحمله، وأمامها تحدي رهيب يجب أن تواجهه. هنا ربما أتوقف عن حاجة بسيطة، كي تذكرنا موضوع أرامل الشهداء. في سنوات الاستقلال الأولى كانت تعطى لأرملة الشهيد منحة، ولكن ضمن القانون كان يقول أما إذا تزوجت أرملة الشهيد فتوقف عنها المنحة. أنا سمعت بهذا، وفي الواقع فيما بعد ربما قفزنا الآن، ولكن لأنه خفت أنسى موضوع أرملة الشهيد، نعم، كتبت عن هذا 4 سطور في مجلة الجيش، قلت أنه عيب أرملة الشهيد عندما تأخذ منحة، هذا حقها، حقها، تزوجت أم لم تتزوج، وإذا كانت أرملة الشهيد وشابة ولن تتزوج حفاظا على المنحة، فهذا قد يكون طريقا نحو فساد لا نرضاه لمن ينتسب. ويكون هناك فساد أخلاقي واجتماعي في وسط المجتمع. ما حدث أنه في الأسبوع الأول لنشر هذه الـ 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 الانطباع العابرة، كان ذاك الوقت الرئيس المبني خذ السلطة، طلع قرار وأصبح من حق أرملة الشهيد أن تحتفظ بالمنحة أيا كان موقفها في الحياة، تزوجت أم لم تتزوج. هذه نقطة أهميتها هي الآتي: أولا أنه كان هناك حرص على رعاية الشهيد وأسرة الشهيد وأبناء الشهيد وأرملة الشهيد، الأولى. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، أن رئيس الدولة آنذاك كان يتابع ما يكتب ويتفاعل معه إيجابيا، وسنرى أمثلة تؤكد هذا في مرحلة مقبلة إن شاء الله. لو عدنا إلى فرحات عباس، أنت قلت بأن سبب استقالة فرحات عباس هي لما عرض الدستور نحو جبهة التحرير الوطني ولم يعرض نحو المجلس التأسيسي، وهذا واضح، ونحن بعد 50 سنة إلى حد الآن جبهة التحرير الوطني هي من تدير الطبخة على كل حال إلى حد الآن. ولكن الكثير من من قال، اسمح لي دكتور، الكثير من من يقول بأن فرحات عباس سبب استقالته أنه لم يرضى المسيطرين الجدد، لأنه بعد الاستقلال مباشرة ظهر أناس لم يكن لهم أي علاقة بجبهة التحرير الوطني. هذا كلام غير صحيح، لأن جبهة التحرير الوطني في 56 دخل إليها أناس لم تكن لهم علاقة بجبهة التحرير أساسا، كان هناك من تعارض وتناقض مع جبهة التحرير. وهنا تأتي قضية الصمام اللي كنا أشرنا لها مرحلة من المراحل، وحكاية تذويب العناصر القيادية القديمة لجيش التحرير وجبهة التحرير بعناصر جديدة، دخلوا فيها أفراد طبعا الشيوعيين، جمعية العلماء، أشخاص آخرون. إذا موضوع أن يكون هذا هو السبب، الشيوعيين وجمعية علماء المسلمين طبعا كانوا ممن يشاركون في ثورة التحرير الكبرى. لا، اسمح لي، ما بين مشاركة في جبهة التحرير والدخول في عضوية جبهة التحرير شيء مختلف. أنا قلت لك في البداية بأنه من 54 لم يتردد واحد من جمعية العلماء أو من الزوي أو المدارس القرنية في الارتباط بالثورة والدفاع عنها،
الآخرون حاولوا، التجريات اليسارية كان حاولت، ما تنساش نعم. أنه من 54 56 الإخوان الذين يلتزمون بالفكر الماركسي كانوا يرون أنه القضية مش قضية كفاح ضد فرنسا، ولكن كفاح ضد كفاح البروليتاريا، ضد الاحتكارات. وتعرف الطرح الماركسي نعم. احنا بالنسبة لنا لا، هناك قضية وطن مستعمر يجب أن يخرج منه هذا المستعمر. كيف كان الطرح من أجل حكم الدولة وقتها؟ في أي وقت؟ في وقت سنة 1963 63. يعني في سنة 1963 الآن فقط بدأت الأفكار، والآن فقط بدأت الإيديولوجيات، والآن فقط طبعاً بدأ الطرح من أجل حكم الدولة طبعاً. كيف كان وقتها التفكير في حكم الدولة؟ وفي نفس الوقت الدكتور عميمور يقول بأنه مؤسسات الدولة كانت تابعة كلها إلى فرنسا. لا، ما أنا ما أقول مؤسسات الدولة، قلت المؤسسات التابعة للدولة نعم. بمعنى التلفزيون كان تابع لفرنسا، البنوك تابعة لفرنسا، شركات التأمين تابعة لفرنسا، المناجم تابعة لفرنسا، البترول تابعة لفرنسا. هذه هي اللي ما أقول، بمعنى عصب الحياة في هذه الدولة كان مازال تابع للعدو، وكان يجب تخليص هذه المؤسسات من العدو. أما في موضوع إدارة الدولة كان هناك رأيان، وقلت في البداية رأي يرى أن الثورة انتهت وكل واحد يطبق حوايجه ويروح داره. وهنا جت الفكرة بتاع تسريح جيش التحرير. قال يا أخوي أنتم أصلكم فلاحين، روح يا أخوي خذ الأرض وافلحوا. صح، ولكن من يحمي هذا الوطن؟ لفورش لوكال اللي هي أنشأتها فرنسا. كان هذا نقطة الخلاف الجوهرية والرئيسية بين عناصر من الحكومة المؤقتة وجيش التحرير. يعني مهما كانت القيم، وكأنك تقول بأن فرنسا بالفعل خرجت بجيشها، ولكن بتفكيرها وحكمها للاقتصاد في الجزائر في سنة 1963 لا زالت فرنسا قائمة. طبعا ولهذا أنت تذكر احنا قلنا بأن الرئيس بومدين ومجموعة الجيش التحرير لم تكن راضية تماما عن اتفاقات إيفيان. اتفاقات إيفيان التي كتبت بالفرنسية فقط لا غير، وهذه كانت نقطة مهمة. وهنا أيضا تتفتح باب، يعني معلش لابد المشاهد يكون هو في السياق لكي يفهم المشاهد فقط نعم. في مجموعة إيفيان كلهم وطنيون مخلصون، لا جدال في ذلك، يعني باش نكونوا متفاهمين، لأنه أنا أخشى عندما أقدم نوع من التصور إلى وضعية معينة قد يختلف معك البعض. لا، هم يختلفوا محرين، لكن أنا لا أنفي عن أي واحد مجموعة إيفيان الوطنية نتاعه والذكاء نتاعه. ويجب أن أسجل أنه مجموعة إيفيان لم تصافح الوفد الفرنسي إطلاقا خلال المحادثات إلا بعد أن انتهت المحادثات وتم التوقيع. هناك فقط تمت مصافحة الوفد الفرنسي، وهذا موقف رائع. كنا نتذكر وصار فيما بعد في أوسلو وفي كامب ديفيد والقبولات يمينا ويسارا. الثورة الجزائرية هذه أشياء بيعت بها العرب وبيعت بها دول العرب، هذه أشياء لا تذكر شيئا. الجزائر لم تبع شيئا، لكن يجب أن نذكر هنا مرة أخرى أنه لم يكن في الوفد الجزائري المفاوض في إيفيان معرب واحد، ما كانش واحد ينتمي لمدرسة عربية. في حين جبهة التحرير كان فيها أحمد توفيق المدني، مثقف رائع من أبناء جمعية العلماء، كان له دور مهم جدا في جبهة التحرير وكمؤرخ وإلى آخره. لم يكن في وفد نتاع إيفيان عبد الحميد مهري، وهو رجل معرب فاضل ذكي قادر على العمل. بلاغ أو محادثات هي في الواقع ما هوش اتفاقية. قيم هؤلاء الناس الذي تتحدث عنهم الآن والشعب الجزائري يعرف ما مدى قيمتهم، كذلك من ناحية أخرى ما مدى قيمتهم في الاتفاقيات السياسية؟ يعني لم يكونوا يشاركون في الاتفاقيات السياسية، لم يكونوا يشاركون في المفاوضات السياسية. هل يعني هذا أنهم منعوا، أم أنهم لا يريدون هم المشاركة، أم لأنهم معربون؟ لا، شوف أنا سألت عبد الحميد مهري نعم، يعني أنا مسكتش على القضية هذه، وسألت عبد الحميد مهري عندما حكى لي محمد يزيد الله يرحمه عليه حكاية غريبة في إيفيان. قال لي كنا مجتمعين المجموعة كاملة تاع إيفيان، لأنه من بعد ما يعطيه لأخونا رضا مالك وشصار باش يدير البلاغ، لأنه كان متحدث باسم إيفيان. قال لي كان هناك منطقة معينة بجوار مطار وهران، قررت السلطة الفرنسية أن تستولي عليها انطلاقا من اتفاقات إيفيان. احنا لاحظنا في الاجتماع أنه قطعة الأرض هذه كبيرة جدا بجوار المطار،
ناقشنا مطولا طولا وعرضا، وبعدين اتفقنا نستأنف النقاش غدا. غدا جابونا الفرنسيين خرائط، وتم تصغير هذه القطعة الأرض إلى حوالي النصف أو أقل من النصف. بعض الإخوان فرحوا، لكن كان في نهاية الأمر القوات الفرنسية صغرت حجم الخريطة، لكن في الحقيقة وفي الواقع هي لم يتم تغيير. بمعنى أن الفرنسيون حاولوا بكل وسيلة العبث واللعب على المفاوض الجزائري اللي كان حقيقة صلب وقوي. ولكن أنا كنت أتمنى لو كان هناك الشريحة الأخرى من الجزائريين الذين كانوا يتعاملون باللغة العربية، وكان فيهم قلت لك حمد توفيق المدني وعبد الحميد مهري من الكبار، كان فيهم منور مروش، عبد القادر بن قاسي، سعد الدين نوات، مجموعة أخرى مثقفة، وطبعا الأسماء موجودة في الولايات أيضا، محمد صحي حياوي إلى آخره. هنا نجد أنه اللي صار بالنسبة للإيفيون قال هذا واقع. وهنا نعطيك أيضا صورة أخرى. نعم. عندما قال الرئيس المميجن الله يرحمه عليه سعد دحلب الله يرحمه، قال له جبتونا استقلال ناقص، بهذا المعنى طبعا أنا ما لا أتذكر الكلمات. نعم. جواب دحلب كان جواب رائع، قال يا سي المميجن إحنا إيفيون هذه سيطان باسبور ندخل فيه البلاد وبعد ندير راينا. كان ذكي سعد دحلب. لا كانوا شوف كلهم، ولهذا أنا أكرر دائما مع اختلافي مع بعض المواقف لكنهم كانوا وطنيون. سألت عبد الحميد مهري، يا عبد الحميد كيفاش يعني ما كانش ولا واحد معرب فيه؟ قال لي لا كان ظروف خاصة وكنا مستعجلين وإلى آخره، والإخوان هذو كانوا قراب، رجل عفيف كان قادر يسب ويقول إحنا لا كان رجل عفيف، وقال إخوان على كل حال بذلوا مجهود كثر خيرهم، وإحنا فيما بعد رانا نستكملوا الشيء اللي ربما ما قدروش يستكملوه. نعم تفضل دكتور. نرجع لموضوع الدستور. نعم. إذا لم تكن الفكرة أكثر، نرجع لموضوع الدستور. الشعب يسأل كيف تم كتابة الدستور الجزائري سنة 1963، وهل شارك هؤلاء المعربون في كتابة الدستور أم لا؟ لا أملك معلومات دقيقة حول كتابة الدستور في 63، وهناك إخوان ما زالوا أحياء. نعم. يستطيعوا أنا شيء من مثل من؟ ربما محمد الخضر بالعيد، ربما كان قائمة موجودة على كل حال أنا لا أتذكرها بالضبط. لكن الشيء المهم واللي كثير من الناس ما فاقوش به، أنه هذا الدستور اللي وافقنا عليه وإلى آخره لم يطبق إلا 10 أيام أو 20 يوم فقط. الدكتور يعني هنا أنت ترجعنا إلى 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 حرب المغرب وقتها. لا طبعا لا مش أنا اللي رجعك الأحداث، ولكن حديثنا إلى حد الآن لا يزال يتحدث على الدستور، كيف كتب ومن كتب الدستور ومن وافق على الدستور، وهل جبهة التحرير الوطني هي من كتبت الدستور أم أنهم استعانوا برجال كتبوا الدستور؟ شوف دائما في كتابة الدستور هناك مراحل. نعم. هناك المرحلة التقنية اللي يتم فيها تحرير المواد، هناك المرحلة السياسية التي تتم فيها مراجعة المواد، وهناك المرحلة الشعبية التي يتم فيها التصديق على المواد. لكن انت حاب تطرح موضوع الدستور، انا اقول لك اهم دستور طرح في الجزائر واستطاع فعلا ان يقوم بدور هائل في بناء الدولة الجزائرية هو دستور 76. ولسبب بسيط، لان هذا الدستور جاء نتيجة لحوار واسع على الميثاق الوطني اللي تم في الجزائر طولا وعرضا وشرقا وغربا، وهذه المناقشة أعطت صورة عن الاتجاه السياسي للأمة كلها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإلى آخره. ومن هذا تم استلهام الدستور اللي كان فعلا من أهم الدساتير الجزائرية، واللي صار بالعكس. هذا الدستور اللي عملناه في 76 هو الذي حافظ على استمرارية الجزائر كدولة، وعلى النقل أو الانتقال السلمي والسلس للسلطة بعد وفاة الرئيس بومدين، لأنه كان فعلا دستورا يعبر عن الشعب بأكمله، ولم يكن دستورا كتب في غرفة معلقة ثم طلب من الناس أن يصوتوا عليه. هنا يعني دستور 1963 لم يصوت عليه الشعب. لا صوت عليه الشعب. صوت عليه الشعب. لا طبعا. أنا خليني نكمل لك موضوع الاستفتاء. لأنك انتقلت إلى 76 هو بومدين. يعني معلش موضوع الاستفتاء لا هذا فقط للتمثيل. نعم. الناس اللي يحبوا الديمقراطية أو يؤمنوا بالديمقراطية يرون أن الاستفتاء هو أسوأ صور الديمقراطية. علاش؟
لأنه الاستفتاء يعطيك خيارا بين أمرين. دستور يكون فيه 220 مادة. نعم. كما يقولوا سيت أبروندر أليسي. هذا ليس فيه أي ديمقراطية. نعطيك مثال من التاريخ. الرئيس داغ الحق رحمه الله كان حاب ينتخب مرة ثانية. نعم. بعد الولاية الأولى نتاعو إنسان كان عاشق في السلطة. فعمل استفتاء. فيه مادتين فقط. المادة الأولى تقول هل تريد أن يكون الإسلام هو نقطة الانطلاق لهذه الدولة؟ اثنين هل توافق على أن يكون ضياء الحق رئيس للدولة؟ ويلزم تجاوب على الزوج نعم أم لا. ما كانش باكستاني يرفض أن يكون الإسلام هو أساس بناء الدولة. نعم. وبالتالي السيد عقب للرئاسة عن طريق هذا الأمر. فشاهد الموضوع الاستفتاء إذا لم يسبقه حوار موسع حول كل العناصر التي تتطلب التوافق الوطني يكون استفتاء أنا أعتقد من نوع الاتفاق الإذعاني. إذن استفتاء 63 أنت ماذا تقول عنه؟ ما هو البند العريض لدستور سنة 1963؟ ألم يكن هناك اتفاق راهم حقيقي في دستور سنة 1963؟ صحيح. لا كان هناك. إذا لم يحسب سنة 1963 هو من أوصلنا إلى الميثاق الوطني سنة 1976. لا لا لا, 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 لا. شوف دستور 63 كان مطلوب منه يعطي للدولة فرصة الانطلاق نحو المرحلة الجديدة. وليس هناك دستور كامل لأن الشيء الوحيد الكامل هو كتاب الله. كتاب الله. مؤكد كان فيه أخطاء لكن هذه تعدل. ولهذا أنا قلت لك هذا الدستور خدمنا به 10 أيام فقط. لأنه تم الغزو المغربي. نعم. وبعدين طبقا للمادة 58 نظن أو 59 وقف الدستور. وبقينا في تلك الوضعية إلى أن جاء دستور 76. بقيت الجزائر بلا دستور. يعني السبب الوحيد لتوقيف الدستور لمدة 10 أيام هو اختراق المغرب إلى الحدود الجزائرية سنة 1963. الغزو المغربي بالضبط. نعم. وإحنا كنا أشرنا إلى موضوع الغزو المغربي ومش حاب ندخل في تفاصيله لكن نعم تحدثنا عنه في الحصة تحدثنا الثانية. عنه لكن يجب لكي نخرج من المرحلة هذه أذكر فقط بأنه هذا الغزو نتجت عنه مجموعة من خمس حقائق. نعم. الحقيقة الأولى حقيقة يجب ألا تنسى في تلك المرحلة في 63 في منطقة القبائل حدث تمرد كان يقوده عسكريا العقيد محمد والحاج مقرن أكلي ويقوده سياسيا حسين أيد أحمد أطلع عمره. نتيجة لهذا الغزو محمد والحاج لأنه إنسان أمازيغي مسلم مؤمن ببلاده قرر أن يقف التمرد وتنضم قواته لجيش التحرير لكي لا يخترق من جهة الحدود المغربية. لا لا خلاص قال ننسى التمرد. لا. أنا ابن الجزائر وأدافع عن الجزائر. وأنا يؤسفني في حدود معلوماتي أنه الأخ حسين أحمد ما مشاش في نفس الخط هذا. طيب النقطة الثانية المهمة جدا أو الحقيقة الثانية أنه أعداء المغرب العربي فرحوا هذه فرصة الآن تشعل المنطقة من جديد. ولكن أصدقاء المغرب العربي تأثروا. كوبا الرئيس كاسترو بعت قوات عسكرية من كوبا لدعم الجزائر. يعني المدعم الوحيد للجزائر في حرب المغرب الحدود الجزائرية هي كوبا ومصر. مصر يقول الطاهر الزبيري في الكتاب نتاعه أن نعم. مصر أرسلت فرقة عسكرية لدعم الجزائر وأرسلت 6 طائرات. طبعا الطائرات لم تستعمل. نعم. ولكن مصر أرسلت. يعني بالنسبة للعالم العربي وخاصة للملكيات ما وقفوش معنا في المرحلة هذه. لكن كل واحد على كل حال. لكن دكتور سؤال طويل وعريض أنت الوحيد الذي لا تريد أن تسمي هذه الحرب بحرب الرمال. حرب الرمال معناها زوج تعاركوا مع بعضهم. هذا غزو. هذا غزو مسلح. هذا غزو اخترق أرض ليست له. ضد القوانين الدولية. ضد الميثاق الوحدة الإفريقية الذي أوصى باحترام الحدود الموروثة عند استرجاع الاستقلال. إذن أما حرب الرمال الزوج تعاركوا. الجزائر والمغرب تعاركوا على الرمال. لكن كل من شاهدوا هذه الحرب هم يتحدثون في شهادتهم بأنها حرب الرمال سمونها بهذا الاسم لأنهم خدعونا منذ اليوم الأول. أطلقوا هذا الاسم لكي تجي أجيال جديدة. نعم. حرب رمال الجزائر والمغرب تعاركوا. بومدين كان متعارك مع حسن الدول حسن الدول متعارك مع بنبلة وخلاص. أنا أريد أن أثبت أنها كانت غزوا مسلحا. هنا تجي الحقيقة الثالثة.
الملك الحسن رحمه الله تصرف في هذه القضية كما يقولون كلاعب بوكر، رمى الورقة نتاعه باش يدير كما يقولون انفيتا كومبلي واقع. بومدين كيف تصرف؟ بومدين كان انسان لاعب شطرنج، انسان يفكر باسلوب استراتيجي. نعم. وينظر للبعد. خلاص قال لك سهل الحال، المغرب اخترق ارضنا من الجهه الفلانيه، اعطى تعليماته بان تخترق القوات الجزائريه المغرب من جهه ثانيه، والان اصبح مبدا اطلق ولا لا نطلق، اطلق انت نطلق انا. وكان هو في نهايه الامر هو الذي سهل الوصول فيما بعد الى اتفاق باماكو عام 1968. طاهر الزبيري تحدث كثيرا عن هذه الحرب، هل شارك طاهر الزبيري في هذه الحرب؟ كان جزء من الجيش، جزء المشاركه نتاعو لا اعرفه بالضبط، لانه الم تكن لك نظره في مذكرات طاهر الزبيري؟ لا قراتها لكنني لا اتذكر كل تفاصيلها الان، انما اعرف انه طاهر الزبيري كان شخصيه قويه في الجيش. نعم. كان انسان محترم ومجاهد، وما كانش مجاهد من لم يساهم في هذه الحرب عن قريب او من بعيد. طيب ربما جيل النقطة الثالثة، الحقيقة الرابعة، قلنا بانه الحقيقة الرابعة، الحقيقة الرابعة هي انه دكتور الحقيقة الرابعة نتحدث عنها بعد الفاصل، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.